طيب ده كانت ضربه البدايه مع حضراتكم، لكن هناك كلام كثير في الغربال، احلام في راس الرجاء الصالح. راس الرجاء الصالح يا جماعه طريق التجاره القديم جدا اللي بيبقى تحت كمان من بريتوريا في جنوب افريقيا، وكان العالم كله بيلف حوالين هذه الكره الارضيه قبل قناه السويس. انت عارف ان الكيب تاون في جنوب افريقيا هم بيقولوا ان هي دي النقطه الاخيره، اخر نقطه، يعني احنا شوف احنا فين، في اقصى الشمال وهم في اقصى الجنوب، شوف المشوار. فشد الاهلي رحاله الى راس الرجاء الصالح بحثا عن حل من جديد مع العاشره باذن الله، اللقب العاشر في دوري الابطال اللي بيتطلع اليه الاهلي. السبت الساعه 3 العصر بيواجه سان داونز في بريتوريا، مباراه الاياب لدور الثمانيه، مباراه الذهاب زي ما حضراتكم عارفين 2-0 انتهت للاهلي، وهناك ترتيبات قويه جدا لمباراه السبت.